عدد من المهنيين والخبراء في مجال الصحة يمثلون أكثر من 14 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا، تدارسوا بالداخل موضوع مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية خلال المؤتمر الخامس للجمعية المغربية للتخدير والإنعاش ومعالجة الألم. هذا المؤتمر شكل فرصة للمشاركين من أجل مناقشة وتدارس التحديات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات التي باتت تمثل مشكلة صحية كبرى، وكذا أساليب الوقاية من الالتهابات البكتيرية في أماكن العناية المركزة. هذا اللقاء سبقه اجتماع للشبكة الإفريقية للبحث في الأمراض المعدية في العناية المركزة، تم خلاله التركيز على التحديات التي تواجه البحث العلمي في هذا المجال. واجتماع هذه الشبكة التي تم إنشاؤها قبل 3 سنوات كان أيضا فرصة لعرض نتائج البحوث التي قامت بها بهدف مواجهة التحديات الصحية التي تواجهها القارة الإفريقية. شبكة البحوث الإفريقية في الأمراض المعدية في العناية المركزة عقدت على هامش هذا المؤتمر جمعيتها العمومية بهدف توحيد الجهود حول الأنشطة البحثية في مجال الأمراض المعدية في إفريقيا. كما يهدف هذا المؤتمر إلى صياغة توصيات سيتم تفعيلها في كافة الدول الأعضاء في الشبكة وفي الدول الأخرى التي ستنضم إليها لاحقاً. هذا المؤتمر انعقد حضورياً بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وبشراكة مع مجلس جهة الداخل وادي الذهب. كما تضمن برنامج هذا المؤتمر عدداً من أوراش العمل تناولت على الخصوص الأمراض المعدية في الحياة اليومية في العناية المركزة ومقاومة المضادات الحيوية في الداخل والخارج.